مزيدا من التفاصيل. وبما بنتكلم على مباراة الأهلي والقطن، أفضل يعني حد يكلمني عن هذه المباراة والأجواء في جروة، لأن عايش الأحداث دي وكان ليا الشرف إن أنا كنت موجود معاه في العديد من الرحلات الإفريقية، وأهمها بالتأكيد رحلة جروة، الزميل العزيز والأستاذ القدير الأستاذ علاء عزت. أستاذ علاء مساء الخير. أهلا مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا الكرام وتحياتي لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان وزمان. أهلا بيك يا محمد. أهلا بيك، وأكيد لما نتكلم على مباراة القطن وفي جروة إحنا الاتنين أكتر ناس ممكن نتكلم على الأجواء دي، بس مش عايزين نستعيد الذكريات الحزينة. لا مش نستعيد طبعا، هي كانت واحدة من أغرب الرحلات فعلا يمكن في تاريخ النادي الأهلي كله الأفريقي. روح المباراة دي كانت من أغرب الرحلات بالنسبة له، كانت رحلة صعبة جدا، والمفاجأة كمان ان الامطار اللي حصلت يعني فجاه المباراه اتلعبت في ظروف طبيعيه جدا، وبعد كده فجاه الملعب بتحول، شفنا امطار وسيول وعواصف، يعني انا عمري في حياتي ما شفت يعني جو اتغير 180 درجه بالشكل ده، واحنا شفنا الاماكن اللي كانت مخصصه للجهاز الفني طارت ودخلت جوه الملاعب بالظبط جوه الملعب، وشفنا الامطار ازاي والملعب تحول لبركه ميه، وشفنا محاولات النادي الاهلي كان بقى تقريبا 13 دقيقه والمباراه تخلص، وكان النادي الاهلي بيحاول ان يستكمل المباراه دي، النتيجه كانت 0-0 والنادي، لكن الحكم رفض انه يستأنف في المباراه. وفاكر جدا الكابتن سيد ابو حفيظ لما نزل الملعب مع اللعيبه وكانوا بيتحايلوا على الحكم انه يعيد المباراه، لكن للاسف الشديد طبعا الحكم لغى المباراه دي، وكانت الظروف قاسيه جدا جدا على اللعيبه. رجعنا الفندق فوجئنا محمد طبعا، فاكر ان الاتحاد الافريقي اعلن المباراه ثاني يوم على طول، يعني كان اللوائح حتى بتقول 48 ساعه. كان الكابتن محمد يوسف وكابتن هادي خشبه على ما اتذكر كان يعني لما عرفوا ان المباراه ثاني يوم على طول بعد 24 ساعه في نفس الملعب ونفس المكان، كانت في حاله من القلق والرعب، ازاي هنقدر نلعب مباراه ثانيه بعد 24 ساعه؟ لكن انت حضرتك يا محمد برضه قلت جمله مهمه جدا، كان في جيل ثاني مختلف من اللعيبه، جيل يتحمل الصعوبات دي، وسبحان الله المباراه الاياب اللي اتعملت ثاني يوم او المباراه اللي اتلعبت ثاني يوم خلصت بنتيجه 1-1، ومباراه الاياب هنا خلصت 1-1. يعني لو كانت مباراة الذهاب، يعني لو كان الاهلي زي ما كان بيتمنى شفت ان المباراة تخلص 0-0، لو كانت خلصت 0-0 وخسرنا والمباراة الاياب هنا خلصت 1-1 كنا نخرج بالبطولة، لكن سبحان الله يعني ربنا كان رحيم جدا، والقدر لعب دور كبير جدا مع النادي الاهلي. الرحلة دي انا بجد من الرحلات الصعبة جدا جدا، الفندق والاقامة والاكل والملعب والمباراة والجماهير كمان، كانت مباراة صعبة جدا. يمكن يعني فاكر لما الكابتن محمد يوسف عمل تغيير واحد تاني يوم، يعني انا فوجئت ان قلت له يعني ازاي اللعيبه تعمل استشفاء، ما كانش في وقت الاستشفاء، اللعيبه اصلا كانت شاربه ميه، ما لقوش ثلج اصلا في الاوتيل وقتها. انا فاكر الكابتن محمد ابو العيله مدرب اللياقه البدنيه وقتها موجود بيدور على اي حاجه ممكن يعمل بيها استشفاء، يعني ده حتى الاطالات اللي اتعملت كانت بتتعمل في الكوريدور في الدور الارضي والدور الاول. ده كمان كان الكابتن محمد يوسف كان مرعوب ان وقتها اللعيبه تصاب بنزله برد شديده جدا، لان الامطار نزلت سيول واللعيبه كانت خارجه في حاله بدنيه صعبه جدا، كان اللعيبه كانت صعبه جدا يعني، وانت طبعا كنت فاكر الاتوبيس المتواضع جدا كانوا راكبينه، فالامور كانت صعبه جدا على اللعيبه، لكن عشان كده انا كنت مرعوب، يعني انا كنت فاكر ان النادي الاهلي ثاني يوم هيتعرض لهزيمه ثقيله جدا جدا. يمكن التغيير واحد بس تقريبا حصل، كان كابتن وائل جمعه كان اساسي، ثاني يوم لعب شريف عبد الفضيل تقريبا مكانه بالظبط، ولعب بنفس ال 11، كانت بالنسبه له مفاجاه كمان انه يلعب بنفس التشكيل ونفس بتاع، لكن فعلا كان جيل الاهلي مختلف، التحديات كانت عندهم اكبر، كان عندهم استعداد ان هم البطوله دي كمان كانوا هم عايزينها بشكل غير عادي عشان يسعدوا جماهير النادي الاهلي بعد الظروف الصعبه بتاعه حادثه استاد بورسعيد، فكان اللعيبه كان عندها قدره على تحمل المواقف، بس فعلا يا استاذ محمد والله زي ما قلت الرحله دي واحده من اغرب الرحلات اللي شفتها في حياتي للنادي الاهلي، يعني والاهلي كان في حاله رهيبه، يعني تركيز ومعنويات ورغبه في العوده، رغم انها كانت مباراه ذهاب في الاول والاخير، يعني كنا ممكن نتكلم على التحديات ورغبه الفوز، لو كانت مباراه عودة ومباراة محتاجة الأهلي مطالب فيها بنتيجة إيجابية، لكن دي كانت مجرد مباراة ذهاب بس، يعني ما كان ممكن اللعيبة يعني تستسهل الأمور شوية وتيجي تقول لك مش مشكلة أخسر 1-0 هناك وأجي أكسب هنا 2 أكسب 3، لكن اللعيبة كانت مختلفة جدا، كان جيل مختلف. وأنا فاكر كمان أتذكر وقتها، بس مش عكش في السر، يعني الناس كانت بتقول وقتها للكابتن محمد يوسف لو عايز تغير في التشكيل غير، مفيش ما يمنع، فأحد اللاعبين قال له يا كابتن لا ما ينفعش، المجموعه اللي بدات بيها لازم تبدا بيها بكره، حتى اللعيبه من جواها مش عايزه تغير، لا عايزه تبدا، عايزه تلعب، حتى لو انت مرهق، حتى لو انت مجهد.
انا لما فهمت بعد كده المغزى من المعلومه ان هو لا يا كابتن احنا نقدر نلعب بنفس التشكيله الاساسيه، حسيت حتى ان اللعيبه من جواها لو في اجهاد لا هنلعب هنكسب هنسعد الجماهير. انا فاكر محمد على العشاء، فاكر كويس جدا على العشاء الكابتن محمد يوسف سمع الكلام ده من اللعيبه، بس كان خايف ان يكون ده مجرد رغبه يعني حماس عند اللعيبه، لكن انا عارف كويس جدا ان هو راح تقريبا عدى على اوضه اللعيبه كلها وقعد مع كل اتنين مع بعض، يعني خلينا مع بعض، اللي مش قادر يقول لي وانا هعمل تغيير، اللي مش قادر يقول لي انا هعمل تغيير، ما تتضايقوش ما تزعلوش، المباراه كانت صعبه عليكم، تعبتوا تقريبا 70 دقيقه في اجواء صعبه جدا، لسه من النهارده لاعبين 70 دقيقه في المطر كمان زودوا المباراه، قال لهم انتوا ما لعبتوش 70 دقيقه انتوا لعبتوا 700 دقيقه، لان كنتوا لعبتوا حوالي 30 دقيقه في سيول ومطر، فقولوا لي يعني بالظبط. فاللعيبه كلها خرجت بعد العشاء بقول له يا كابتن هتعمل تغيير، قال لي تخيل ولا واحد طلب التغيير ولا واحد، قال لي الوحيد بس اللي عنده شكوى كان هو وائل جمعه، وائل جمعه ما كانش عايز، كمان كان عايز يلعب مباراه، لكن قال له وائل انت عندك حاجه في الضمه تقريبا على ما افتكر او السمانه كانت وجعاه، فقال له لا انا هريحك ماتش بكره ولكن هتكون على الدكه، وفعلا كان وائل جمعه على الدكه كان موجود، كابتن شبح فضيل لعب مكانه وعملوا مباراه بجد كانت مباراه رائعه، الاهلي كان متاخر بهدف وابو تريكه عادل، وكان الاهلي ممكن يفوز في المباراه دي، لكن يعني انا المباراه دي ممكن لو يعني لو مش عارف يعني لو الجيل الجماهير الموجوده دي حد يفتكر المباراه دي، مش عارف هي المعاناه دي لسه فاكرينها كويس، المباراه دي مرت عليها تقريبا 10 سنين يا محمد، 10 سنين بالظبط، فصعبه جدا ان الناس تكون فاكراها بكل التفاصيل، لكن بجد يعني لو قناه النادي الاهلي كانت تمتلك حقوق نقل بس المباريات دي والمباراه يعني اتذاع المباراتين دول مع بعض، الناس هتعرف قد ايه ان كان في جيل عظيم في النادي الاهلي، في جيل كان بجد يتحمل كل حاجه. طيب ماتش الجمعه وده لقاء الفرصه الاخيره اذا كنت عايز يبقى ليك فرصه وامل في المنافسه في انتظار نتيجه اليوم التالي ما بين الهلال وصن داونز، ممكن تشوف المباراه دي ازاي؟ الاهلي ازاي يقدر يتخطى ما حدث في لقاء بريتوريا ويقدر او تقدر اللعيبه حتى تدافع عن حظوظها في مباراه الجمعه امام القطن الكاميروني اللي بالتاكيد ما عندوش اي حظوظ وهيلعب مباراه للشهره مش اكتر. مظبوط يا محمد، انا شايف ان احنا يعني دلوقتي بنتكلم على احنا كل اللي اتكلمناه اللي فات ده كله بيتكلم على حاجه واحده بس، روح لعبت النادي الاهلي بس. بالظبط. يعني مباراه 2013 كانت مجرد مباراه روح، ما كانش فيها فنيات. يعني لكن انا شايف ان الكره في ملعب لعيبه النادي الاهلي فقط، انا بصراحه اي نتيجه مش هحاسب فيها جهاز فني، اي نتيجه انا بصراحه ولا هتكلم على تشكيل ولا هتكلم على اجهاد ولا هتكلم على ارهاق ولا هتكلم على شيء، انا هتكلم على روح لعيبه النادي الاهلي، المباراه دي بجد دي فصله ليهم هم، مش فصله لتاريخ النادي الاهلي، النادي الاهلي ممكن يخسر بطوله وهيرجع يكسب 100 بطوله بعد كده، لكن صح. في اجيال هي اللي بتخسر يعني في اجيال هي اللي بتدفع الثمن، انا شايف ان دي مباراه لاعبين، انا يعني دي مباراه لاعبين، انا محمد ان شاء الله باذن الله انا واثق في لعيبه النادي الاهلي، وواثق ان الغضب الجماهير وصل لهم بشكل كبير جدا، وواثق ان هم عندهم رغبه ان هم يستعيدوا ثقه الجماهير فيهم، استعاده الثقه دي حاجه مهمه بالنسبه لهم، فمفيش فرصه افضل من المباراه دي ومباراه الهلال السوداني. بغض النظر عن اي حاجه محمد واي حسابات اخرى، لعيبه النادي الاهلي مطالبه ان هي تعمل يعني تعمل مباراتين بشكل مختلف، يعني تعمل مباراه القطن الكاميروني وتعمل مباراه الهلال السوداني هنا بغض النظر عن اي حسابات اخرى. جماهير الاهلي ممكن تزعل، لكن جمهور النادي الاهلي اكثر ما يزعله لما يلاقوا لعيبه مش قادره تدافع عن سمعه النادي وتاريخ النادي، دي اكثر حاجه. فانا شايف ان لعيبه النادي الاهلي عندهم فرصه عمرهم، يعني من حسن حظهم ان المباراه ان في المسافه صغيره جدا، مسافه زمنيه، لو كان رجعوا القاهره هنا لو كان رجعوا مباراه القاهره وكان في فرق مسافه زمنيه 15 يوم بين مباراه صن داونز وبين مباراه القطن الكاميروني، كان لعيبه النادي الاهلي هتعاني هنا لو كانت رجعت القاهره، كانت هتعاني نفسيا ومعنويا بشكل كبير جدا، كانت هتعاني من الاعلام، هتعاني من ضغوط الجماهير، لو كانوا لعبوا مباراتين في الدوري كان الناس هتبقى زعلانه منهم، لكن القدر حسن حظهم على فكره ان هم فضلوا في جنوب افريقيا عشان يلعبوا المباراه الثانيه بعد اسبوع. انا بقول لك هم محظوظين جدا يا محمد، لما بقول لك ترتيب مباريات وطبعا يعني الترتيب ما كانش في الافضل، يعني تقديم اول مباراه للاهلي دي لخبطت العمليه شويه، لكن لو الاهلي كان مشي بالسيستم الطبيعي للمباريات كان ممكن يكون رؤيته افضل، لكن انا شايف ان اللعيبه محظوظه جدا جدا ان مباراه القطن تيجي بعد ايام قليله جدا ويكونوا في جنوب افريقيا، يقدروا يرجعوا بصوره مختلفه للجماهير، يعني لما تروح تعمل عرض كبير في الكاميرون ومكسب كبير ومكسب باداء مقنع اكيد الصوره تختلف شويه، وانت عارف ان الجمهور احنا جمهور عاطفي، يعني جمهور النادي الاهلي كان غضبان جدا مع مباراه صن داونز، لكن خلاص الجمهور ابتدى دلوقتي يرجع يديهم الدعم تاني، كمان حتى يمكن القدر نفسه كمان
يعني سبحان الله يا محمد، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيكفف عن جمهور النادي الاهلي في كل المحن الصعبه، في عز الازمه دي تيجي لك مظبوط، التاهل لكاس العالم يطلع 20 قرار سنه. الفيفا. يعني حاجه يعني بجد يعني يعني سبحان الله القدر قد ايه ربنا والقدر والناس كلها بتحاول تخفف عن جماهير النادي الاهلي. قبل كده برضو لما حزننا على ماتش الوداد البيضاوي يجي القدر يروح مدي لك انك تشارك في البطوله دي، حاجات قدريه بحته. بيتكرر نفس السيناريو، انت حزين وجماهير من النادي الاهلي مش متفائله ان الفريق يكمل، تيجي ربنا يروح مدي لك منحه الهيه جديده انك انت تروح تلعب كاس العالم للانديه. دي ممكن كمان تكون دفع للعيبه نفسها كمان ان احنا هنروح كاس العالم نتمنى 20 ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. فانا بقول لك يا محمد، هي دي مباراه لاعبين. انا بصراحه يعني اي نتيجه لا قدر الله لا قدر الله سلبيه، انا لا انا احمل الجهاز الفني ولا احمل اي حد، احمل اللعيبه بس، ان دي مباراه لاعبين وانت عندك منافس ما عندوش حاجه يبكي عليها، وده سلاح ذو حدين. لكن انا واثق جدا ان شاء الله يا النادي الاهلي، اكيد الدرس كان صعب عليهم جدا واكيد هم وصلتوا لمستوى الغضب دي، فانا متفائل خير لدى النادي الاهلي. باذن الله هتفرحني يوم الجمعه ان شاء الله بعرض قوي جدا ونتيجه كويسه ان شاء الله. باذن الله. استاذ علاء انا بشكرك، ودايما كده لما تيجي تسيره جروه لازم تبقى معايا عشان نستعيد الذكريات الجيده اللي في الملعب. سيبك من الذكريات بره الملعب، عشنا عليها اسبوع 10 ايام بعد ما رجعنا من القاهره، لكن ان شاء الله ربنا يوفق الفريق في ماتش الجمعه باذن الله. كان كلام مهم جدا مع الصديق العزيز والاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي في كلامه بخصوص مباراه الاهلي والقطن الكاميروني، وبصراحه يمكن هو رصد الحاله بشكل كبير جدا، ايه اللي هيحصل في الكاميرون واجواء الكاميرون، واسترجعنا الذكريات اللي حصلت من 10 سنين عشان برضو لو في امكانيه اللعيبه تسمعنا هذه المداخله ممكن توصل لهم، يعرفوا اللي حصل من 10 سنين. كابتن سيد كان موجود وقتها، يمكن طبعا الجيل ده اللي موجود حاليا ما كانش عايش فتره 2013، بس في التوقيت ده لا يعني كانت في صعوبات، يعني ما فيش فريق في العالم واجهها ولا شافها ويحقق نتيجه ايجابيه ويفوز بدوري ابطال افريقيا. فالقصه مش قصه فنيات بس ولا قصه تكتيك، لا في تحديات وفي امور داخل الملعب ممكن تتغلب عليها لو عندك الروح وشخصية النادي الأهلي.